صباح الخير. ملفات الحوار والأمن والسعودية تصدرت صحف بيروت، وسنواكبها في حلقة اليوم مع النائب الأستاذ خضر حبيب، عضو كتلة المستقبل. صباح الخير أستاذ. صباح الخير خضر، أهلا وسهلا بك. شكرا. إلى كلام بيروت، الجلسة الرابعة للحوار بالأمس بين تيار المستقبل وحزب الله استحوذت على اهتمام الصحف، البداية من كاريكاتير ملحم عماد في جريدة اللواء تحت عنوان الجلسة الرابعة للحوار تراوح بين الأمن وتنفيس الاحتقان. رسم المواطن يقول بين الأمن والاحتقان، الله يساعدك يا لبنان. بداية قراءتك لجلسات الحوار وأخرى الجلسة الرابعة وما أسفرت عنه. يعني مما لا شك فيه أنه اليوم الحوار هو مصلحة عليا، ولا يمكن أن يكون أي تسوي بالبلد هون، وخاصة بين المكونين السني والشيعي بالبلد. ونحن بنعرف المرحلة الصعبة اللي مرقت خلال السنين الماضية، لو لم يكن هناك حوار حقيقة بين تيار المستقبل، السؤال بيطرح نفسه اليوم، انه لو لم يكن هناك حوار بين تيار المستقبل وحزب الله، ما كان حصل بالبلد، من طرابلس لعرسال لجنوب لبيروت لإلى ما هنالك. فمما لا شك فيه، وهذا نحن بنعرف الحوار اليوم ستر الله بده ياخذ وقت، مش ما حتلاقي نتائج بين ليلة وضحاها، ولكن التشنج اللي كان موجود على صعيد حقيقي على صعيد الشمال، انا ابن الشمال وبعرف شو الاحتقان والتشنج الموجود كان على صعيد طرابلس او على صعيد المناطق الاخرى بالشمال، هيدا اليوم ما عم تشوفه مثل الاول حتى ببقيه المناطق الاخرى. فبالتالي هيدا يعني مشوار طويل ما رح تكون نتائجه بين ليله وضحاها، بس بقدر اقول لك اليوم نحن بامس الحاجه في ظل هالظروف اللي عم تمر فيها المنطقه، وخاصه شو عم يصير بالبلد. يعني بالامس امبارحه عندنا 7 شهداء في راس معلبك من المؤسسه العسكريه، وقبل الانفجار الاجرامي في منطقه جبل محسن بالامس كان هناك ايضا شهيد لدى فرع المعلومات. فالبلد مش بمرحله طبيعيه. نعم نحن بامس الحاجه للحوار بقدر اقول لك، ولكن هذا الحوار ايضا مش رح يضل فور ايفر مثل ما بيقولوا، يجب ان يكون له كمان حضور ونتائج مترجمة على الأرض. يعني أنا بدي أقول لك اليوم مثلا الخطة الأمنية اللي تم تطبيقها في طرابلس، ماذا ننتظر لعدم تطبيقها في البقاع الشمالي؟ مع أساس انطلقت بالبقاع الشمالي، يعني بين يعني مصادر المستقبل أستاذ خضر بتقول اليوم لجريدة المستقبل أنه بجلسة الأمس تم البحث بتخفيف الاحتقان المذهبي، ونوقش موضوع الصور والأعلام الحزبية والمذهبية المنتشرة ببعض المناطق، وصار في تقدم يعني بهالملف، وتوقعت المصادر ظهور خطوات عملية قريبا بهذا الخصوص، وجمعة الجاي الجلسة الخامسة. كان انحكى أنه خطة البقاع الشمالي وضعت على السكة، لماذا تأخر انطلاقها إذن؟ يعني ما بعرف شو المعطيات الأمنية على الأرض، بس أنا بقول لك قبل تطبيق خطة البقاع الشمالي في أمور عديدة الحقيقة عم تصير وصارت من جهة واحدة. أنا بقدر خلك الخطة الأمنية اللي تم تطبيقها بطرابلس عطت نتائجها على الأرض 100%. ما حصل في سجن رومي أيضا تم تطبيق يعني الخطة اللي في سجن رومي، وكانت خطة ناجحة جدا. ماذا ننتظر لتطبيق هذه الخطة الأمنية قبل البقاع الشمالي؟ أنا بقدر قلب ضواحي بيروت، يعني شو إلها معنى اليوم مكاتب سرايا المقاومة في بعض الأزقة بيروت الموجودة أو حتى بطرابلس أو بصيدا؟ فبالتالي في أسئلة عديدة الحقيقة يجب التوقف، يجب التوقف عند الموضوع كمان. إلى ماذا آل إليه البحث بشأن سرايا؟ يعني هيدا جزء ليكي، مما لا شك أنه هناك في تقشف هيك إذا جاز التعبير بتسريب المعلومات من الحوار، من جلسة الحوار امبارحة. نعم. كانت الجلسة الرابعة. ما بتشوفي فيها الـ يعني هالتسريبات في لا لا مما لا شك في تقشف بتسريب المعلومات، وهذا شيء جيد، انا بعتبره شيء ايجابي. يعني ما بدي كل ما يصير في مشان الناس كمان ما تنوعد بامور عديدة وبالنهاية تصاب بخيبة امل. لا هيدا الحوار بده ياخذ وقت، وان شاء الله بنشوف نتائجه خلال المرحله القادمه القريبه. ولكن انا عم اقول اسئله بتطرح نفسها اليوم. المواطن اللبناني العادي بيسال انه شو له لزوم هالاعلام والرايات على طول طريق مطار بيروت مثلا او بشوارع بيروت الداخليه. فهيدا كله جزء لا يتجزا من ازاله الرايات والاعلام ومكاتب سرايا المقاومه وتطبيق الخطه الامنيه.
هو جزء لا يتجزا من الحوار القائم بين وبين حزب الله وحركة أمل. ولكن هذه على أهمية هالمواضيع ما عم بتصغر المشكلة، يعني عم تختزلها بمكان الخطأ، لأنه اليوم جريدة النهار بتقول أنه التصريحات المتشددة على الضفتين لا تعكس القرار فعلا باستمرار الحوار، تستشهد بما قاله الشيخ نعيم قاسم عن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة ورد اللواء أشرف ريفي الوزير أشرف ريفي عليه. هون ما عم بتشوفي ازدواجية، يعني سواء من جانبكم أو من جانب حزب الله، أو وكأن الاختباء وراء الأصبع بهذا الموضوع؟ لا، ليكي بدي قلك ما قبل الرد من معالي الوزير اللواء أشرف ريفي على موضوع معادلة جيش وشعب ومقاومة من السيد نعيم قاسم، الحاج نعيم قاسم، ولكن كان في بداية نشرة تلفزيون المنار يلي قالت أنه اليوم جلسات الحوار لا تتعلق بأي شروط مسبقة، يعني من أي جهة كانت، ما في شيء أنت اليوم تفيك تفرضيه على الحوار. فبالتالي بحد ذاته إذا بقلك يعني بداية نشرة تلفزيون المنار عطت يعني مؤشر. تفسير أو مؤشر واضح أنه ما قيل عن السيد نعيم قاسم لا يتم يعني اعتماده بجلسة الحوار. أنا فهمت بالعكس. حسب كيف تفسرية أنه شروط من قبلكم مش من قبل حزب الله. نحن إجمالا وقت رحنا على الحوار رحنا بكل مصداقية وروح من فتحة وبدون أي شروط مسبقة، والعنوانين الأساسيين للحوار ستروا لهني موضوع الأمن الداخلي وموضوع شغور مركز رئيس الجمهورية. بس أنا بدي لك نقطة أساسية، مهما طال الأمد ومهما أخذت وقت، موضوع المشكلة الأساسية بالبلد اليوم هو السلاح. صحيح مش مطروح اليوم على جلسة الحوار وعلى البنود الحوار، ولا مثل ما عم بقول نحن بهمنا الموضوع الأساسي اليوم هو موضوع الشق الأمني الداخلي وتطبيق خطط أمنية، ولكن هذا الموضوع مهما طال الأمد بده إن شاء الله بعد انتخاب رئيس الجمهورية بيرجع بينطرح موضوع سلاح حزب الله على طاولة الحوار، على طاولة الحوار الأساسية اللي بلشنا فيها من 2005-2006 وبتلاقي لها نتيجة. ولكن اليوم هالموضوعين الأساسيين اللي ماشيين فيهم هني موضوع الشق الأمني الداخلي وموضوع شغور رئيس الجمهورية، واللي عم يشتغل عليه من قبل جميع الأطراف السياسية. هل في تقدم؟ يعني إذا كان الشق المتعلق بحزب الله بعيد عن البحث اليوم بموضوع رئاسة الجمهورية، على علمك في تقدم بالبحث أم بعد ما تمت مقاربته؟ لا يعني بقدر أقول لك، بس ولو خدتك على محل تاني، الصورة اللي اتضحت امبارح بالأمس بتعزية جلالة الملك عبد الله رحمه الله، كان في هناك الحقيقة إذا بتشوفي يعني عندك مجموعة من جميع الأفرقاء السياسيين اللي كانوا عم يقوموا بواجب العزاء، وكانت تعطي الصورة للوحدة الوطنية من كل الأفرقاء السياسيين، وختم امبارح العماد ميشيل عون مع الوزير الخارجي جبران باسيل بزيارتهم للقيام بواجب العزاء. بتمنى انه هالصورة اللي كانت هيك عاطية صورة إيجابية للوحدة الوطنية لجميع الأفرقاء السياسيين، انه ان شاء الله تكون هيدي تترجم عمليا وإيجابيا في انتخاب رئيس جمهورية بأقرب وقت ممكن. بس أنا بقدر أقول لك نعم، هذا الموضوع عم ينطرح أيضا بجلسة الحوار من قبلنا، وأيضا بالحوار المسيحي القائم اليوم ما بين التيار العوني وما بين القوات اللبنانية. كان كتب اليوم عن هذا الحوار المسيحي، سنصل إليه، ولكن تنبقى على الموضوع المتعلق بحواركم مع حزب الله. اليوم جريدة اللواء بتقول انه الوزير مشنوق يلي كان امبارح بعداد الوفد نقل لممثلي الحزب مضمون رسالة السفير الامريكي ديفيد هيل الذي ابلغها قبل يومين، ومفادها ان اسرائيل سترد ردا قاسيا وموجعا بحال نفذ حزب الله تهديده باستهداف المصالح الاسرائيليه. تلقيتوا تطمينات استاذ خضر، يعني مش بس بجلسه امبارح، من قبل بعد اعتداء النايترا، انه ما راح يكون في رد من لبنان؟ اول شيء خلينا نكون واضحين، ما في عندك اي تطمينات من قبل عم تتعاطي مع عدو اسرائيلي صهيوني ناطق متربص حزب الله. هون المشكله الاساسيه انه نحن اليوم لبنان هذا البلد الصغير لا يتحمل ولا باي شكل من الاشكال اليوم اي مجازفه بحرب مع العدو الاسرائيلي لاي سبب اللي كان. هلا صار في هذه العمليه باراضي
سوريي في القنيطرة ذهب ضحية عدد من القتلى من قبل حزب الله وبعض قادة إيرانيين. ولكن نحن اليوم لبنان ما بيتحمل أي عملية أو أي مجازفة للرد على العدو الإسرائيلي، وتوريط لبنان بحرب طويلة الأمد نحن ملغينا عنه وما فينا نتحملها أصلا من الأساس. يعني خلينا ما ننسى امبارح بالأمس شو صار بال 2006. نعم، ولكن هل لو كنت لو كنت لو يعني لو كنت اعلم لو كنت اعلم راح عندك 1350 شهيد، 4000 شهيد، 4000 جريح، وخساره تقدر ب 12 تزيد عن 12 مليار دولار. نعم، ولكن استاذ خضر هل وما عندك حدا اليوم جنبك يجي يرجع يعمر لك وشكرا. نعم، قطر والى ما هنالك ومملكه. اليوم ما حدا فضيلنا وما حدا بالصدق بهالوضع الجاري بالمنطقه، اليوم لا حدا فضيلنا يشوف شو بده لبنان اللي واقف جنبه. وحتى اذا صار في عندك تدمير للبنيه التحتيه او الى ما هنالك، ما حدا علينا 60 70 مليار دولار دين يا دوبنا اذا نكفي عم ندفع السندات اخر السنه. فبالتالي وضعنا لا يحسد عليه، لبنان لا يتحمل اي يعني مجازفه بهذا الموضوع. وانا بقدر اقول لك مع الاسف انه بعض الاوقات حزب الله يعني في بعض القرارات التي يتم اخذها من قبل حزب الله يملى عليه القرار من الخارج وليس باراده لبنانيه داخليه. وانا عم اقول لك هالشيء قناعتي، قناعتي داخلي ولكن ما بيفرجي هالشيء، بالعكس هلا الدفاع عن قراراته ما في شك لانه مضطرين، ما عندهم خيار، ما في خيار عندهم. قلت انه لبنان ما بيحمل اي مجازفه، اي مجازفه، ولكن ماذا لو كان رد حزب الله من خارج الاراضي اللبنانيه؟ هل من يضمن انه رد اسرائيل على رد سيكون خارج الاراضي اللبنانيه؟ يعني هون بالنهايه اسرائيل هل هي تحتاج الى ذريعه؟ يعني هذا سؤال وجيه، ما بقدر اقول لك شيء لانه ممكن اليوم نحن بنعرف في انتخابات اسرائيليه خلال الاشهر على الابواب، واليوم ايضا في زياره لوزير الخارجيه، زياره وزير الخارجيه العدو الاسرائيلي ليبرمنت حيقوم فيها بموسكو ايضا ببكين. ما بعرف اذا طمأنت يعني الخارج الروسي والصيني انه بعدم شن حرب بالمنطقه، ممكن ان تكون لانه زياره مفاجئه الحقيقه لوزير خارجيه العدو لبكين وموسكو. ولكن انا بقدر اقول انه بمعزل عن اي موضوع، نحن اليوم بلبنان لا نتحمل اي مجازفه بحرب. حزب الله يعني ياخذ مجازفه باي عمليه، وانا بقدر اقول لك يعني في حال لا سمح الله تم اخذ هذه العمليه من الأراضي اللبنانية حنقوم بموقف لا يحسد عليه. بتقديرك السفارة الأمريكية لماذا دعت رعاياها لتجنب السفر إلى لبنان؟ فقط خوفا من موقف حزب الله؟ أنا لا أعتقد أنه في عندي، هلأ قرأت ببعض وسائل الإعلام وحطوها أنه في عندك خوف من بعض التفجيرات، أحد الانتحاريين اللي تم إلقاء القبض عليه اعترف أنه في هناك مخطط لتفجيري يعني احد الفنادق بلبنان واحد الكازينو لبنان واوتيل اخر. نعم، بدون ذكر اسمه. ولكن هذه المعلومات حقيقه انا ما سمعتها من الاجهزه الامنيه، سمعناها تسريبات اعلاميه. ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه، هل هناك خوف من قبل الاداره الامريكانيه بشن حرب؟ لانه تبي طلبوا ايضا من رعاياهم عدم التوجه الى لبنان. نعم، اوكي، ما بس طلبوا منهم يعني توخي الحذر لموجودين للرعايا الامريكيين الموجودين في لبنان، انه توخي الحذر، ايضا طلبوا بعدم المجيء الى لبنان. فهذا ممكن يكون خوف. نعم، او هاجس لدى الاداره الامريكيه من شن حرب اسرائيليه على لبنان واعاده تكرار 2006. هل برايك لهذا السبب اعاد الشيخ نعيم قاسم الحديث عن معادله الجيش والشعب والمقاومه؟ يعني اليوم المستقبل بتقول عن اي جيش وشعب يتحدث الشيخ قاسم؟ كلامه غير منطقي، غير طبيعي، فيه من المخاطر ما لا يحتمل. يريد أن يأخذ الجيش والشعب تماما مثل ما أخذهم إلى سوريا وحملهم، ولا يزال أثمان ما تفعله مقاومته هناك. يعني أنا بدي أقول لك مع احترامنا للسيد نعيم قاسم، للشيخ نعيم قاسم، هيدا رأيه، هذا رأيه الشخصي يستفلي، بس بالنهايه اليوم. نعم، بس ليش هلا توقيت هذا ممكن الرأي؟ جدا يعني عنده الاسباب الخاصه بالحزب، بس هيدا ما بيغير على الارض على الواقع. نعم، اليوم في حكومه حاليه، خلينا نطلع شوف شو هي كانت صياغه البيان، بيان الوزاره للحكومه الحاليه، ما اتت على ذكر معادله جيش وشعب المقاومه.
بالعكس كان لنا موقف حازم نحن بهذا الموضوع، انه لن يكون هناك في صياغه البيان الوزاري لاي معادله في معادله الجيش وشعب المقاومه. هذا الموضوع نحن بنعتبره انتهى، صار خلفنا. وحتى كان عندهم يعني خلينا نذكر شو الامور كانوا عم يطالبوا فيها، ما بدنا نرجع نفتح صفحه الماضي. التوزيع الوزاري 998 ومعادله الجيش وشعب المقاومه الى ما هنالك، لم يتم تطبيق اي من الامور اللي كانوا عم يطالبوا فيها. نحن اليوم هيدا الموضوع ورانا، وبقدر اقول لك لا يمكن، وهنا حرام انه اليوم توريط الجيش اللبناني باي موضوع باتون الحرب السوريه، لانه اوريدي حزب الله متورط، شئنا ما بينا موجود في سوريا وعم لديه مقاتليه. بتعرفي هي اول مره بتاريخ الجمهوريه اللبنانيه حتى في خضم الحرب اللبنانيه من ال 75 لل 89 لم يكن هناك فريق سياسي في لبنان او ميليشياوي يداي اي ميليشيا اشتركت في حرب خارج لبنان لك بتاريخ الجمهوريه اللبنانيه. نعم. ما في حزب او تيار او ميليشيا اشتركت بالحرب خارج لبنان يعني بالطريقه اللي عم يتم فيها توريط لبنان بالشكل الحالي. يعني ها اول مره حقيقه شغلي لم يسبق لها التاريخ. بدأت بإعطاء تبريرات دفاع عن اللبنانيين المقيمين بالأراضي، يعني بداية كانوا عم يقولوا على الكرة بس نحن المقدسة. نحن اليوم بأمس الحاجة لتحصين الساحة السياسية. نعم. الداخلية اللبنانية مع كل الأفرقاء السياسيين اللبنانيين. سوريا صار الحرب فيها 4 سنين، ويمكن تاخد ربك عليم كم سنة، ما بعرف، العلم عند الله كم سنة بعد تاخد الحرب السورية. لكن بمعزل نحن بلد صغير لا يمكن تحمل يعني ما يجري في سوريا على داخل الساحة السياسية اللبنانية والأمنية. فلذلك شو المطلوب تعمل؟ المطلوب اليوم النائب بالنفس بالقول والفعل تحسين الحدود وتحسين الساحة السياسية الداخلية اللبنانية ودعم الجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية. طرابلس هل ما زالت تغلي أستاذ خضر؟ أنا بدي لك طرابلس الحمد لله وضعها ما في شك أنه مرق قطوع وقطوع قاسي. نعم. على أهلنا بمنطقة جبل محسن، هذه المنطقة العزيزة على قلبنا اللي هي أهلنا اتسموا حقيقة بكل روح وطنية دعم وراء مؤسسة. نعم. الجيش وهل يعني هل التعاطف اللي شفتي من قبل جميع الأفرقاء السياسيين من كل المناطق، عم بحكي من طرابلس وجميع الأفرقاء السياسيين، تضامنهم مع أهلنا بجبل محسن حقيقة عطت صورة حضارية وصورة وطنية أنه اليوم هالمنطقة فوق هي جزء لا يتجزأ، منطقة جبل محسن. نعم. جزء لا يتجزأ من هالوطن اسمه لبنان. وأنا كان لي مواقف عديدة حول هذا الموضوع، بس متمنى اليوم وعم حكيك عبر هذا المنبر الكريم أنه اليوم ينظر نظرة يعني لهالمنطقة فوق، في بطالة تنموية، تنموية اقتصادية، يعني معالجة بالتنمية أكثر. في ناس قاعدين لا شغلة ولا عاملة بالمنطقة فوق، ما بس عم بحكي على جبل محسن، عم بحكي على التبينة، عم بحكي على القبية، على المنكوبين، على الأسواق الداخلية، يعني بس عم بحكي بالذات بالضبط. نحن اليوم بأمس الحاجة إلى مشاريع انمائية اقتصادية لخلق فرص عمل تطلعي على المنطقة. امبارحة كنت عم عزي بجبل محسن، فايت الناس قاعدة كلها بالقهاوي لا شغلة ولا عملي. طب ليش بدك تخلق لهم فرص عمل؟ الأموال يلي خصصت للمدينة بأكثر من مرة، يعني بعهد حكومة الرئيس مئاتي كانت أكبر حكومة فيها ممثلين عن طرابلس، ما في شك. يعني أنا بقدر أقول أسوأ، وأطلقت الوعود لهذه المدينة والحكومات اللي قبل، وين صارت كل هالمشاريع؟ ليش ما عم بتمشي يعني؟ يعني ما بدي افتح صورة صفحة الماضي اللي هي حضرتك طرقتي على الحكومة الماضية. أنا بقدر أقول لك يمكن من أسوأ 3 سنين مروا على مدينة طرابلس ب20 معركة عباسية، وسقط خلالها مئات القتلى وآلاف الجرحى، ناس تهجرت، احترق بيوتها ومؤسسات أغلقت أبوابها. نعم، كان صفحة سوداء، بالرغم كان المفروض تكون هيدي من افضل، لانه اكثر يمكن التاريخ ما بيعيد نفسه. خمس وزراء ومع رئيس مجلس وزراء. نعم. وشو جنيت طرابلس من وراها؟ لا، هيدي بقول لك هيدي صفحه سوداء مع الاسف يعني. بس انا بدي اقوله ولو يعني اطرقت على موضوع مما لا شك فيه، اليوم انا ايضا بدي اتشكر دوله الرئيس سعد الحريري على المهام اللي عم يقوم فيها. نحن اليوم في تعويضات ان شاء الله حتكون خلال الايام القليله المقبله، تعويضات لاهالي الشهداء الذين سقطوا بجريمه جبل محسن، وايضا تعويضات للجرحى.
أعتقد سيكون هناك مليوني ليرة لكل جريح من خلال الانفجار اللي بيجي، وبحدود 7 مليون ليرة لكل عائد شهيد. هذا شكر مجهود شخصي من دولة الرئيس سعد الحريري يشكر عليه الحقيقة. بس أنا بقدر أقول لك أيضا في مشاريع هناك اللي في مبلغ 20 مليون دولار دولة الرئيس سعد الحريري تبرع إلى لمدينة طرابلس، وهيدي المشاريع الأسبوع الماضي كنت عم راجع مع بعض المعنيين أنه إن شاء الله خلال يعني فترة وجيزة قريبة حنشوف الأمور بتبلش تتحقق على الأرض. على الأرض. على الأرض. بعد الفاصل منتابع حديثنا. بكرة جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، الحوار المسيحي المسيحي والمواضيع الأخرى، ظهور اسم شادي المولوي من جديد بالصحف. استاذ خضر بعد الفاصل.